في التغطية، ثم سامح الدرميري يلعب كرة خاطئة رجعت للملعب التونسي. خطيرة العملية، خطيرة، وهدف أول للبجدة، هدف أول لصالح الملعب التونسي. كرة التماس، هذه إعادة، إعادة، هدف، هدف التعادل. حمد الهوني يسجل هدف التعادل لصالح الترجي الرياضي التونسي. تسجيل ثاني أهداف، هذه كرة من يوسف البلايلي، البلايلي التمهيد، رنس البدري، بدري الثاني، بدري الثاني، بدري أنيس البدري الثاني للترجي.